النهارده الشعب المصري كله بيفرح، جمهور النادي الاهلي بيفرح، مصر مليئه طبعا بكل الجميع. كابتن عمرو السوليه الحقيقه واحد من الابطال، واحد من النجوم، واحد من كباتن الفرق اللي ما تسمعلوش صوت لكن دوره في الملعب كبير. جمهور النادي الاهلي بيعشق عمرو السوليه برجولته واصراره الكبير. مبروك يا عمرو ليك، ومبروك لكل لعيبه النادي الاهلي. الله يبارك فيك. طبعا بطوله غاليه والحمد لله، طبعا ده مجهود اللعيبه والجهاز الفني، والحمد لله عملنا ماتش كبير نستحق البطوله، وقعدنا نفسنا السنه اللي فاتت ان احنا ناخد البطوله تاني ونروح كاس العالم للانديه تاني. لعيبه رجاله كانت على الوعد، وان شاء الله اللي جاي كله خير للنادي الاهلي. كلمت ليلى ولا اه؟ طبعا قبل وبعد عمرو. يمكن الفتره اللي فاتت كان فيها ضغوطات كبيره جدا عليكم، مباراه كايزر تشيفز تحديدا يمكن الناس قالت مباراه سهله والناس حبت توصل شويه لعيبه النادي الاهلي ان البطوله معانا، لكن انتوا من اول دقيقه في المعسكر اول ما جينا هنا كازابلانكا هو هدف واحد ان احنا نرجع بالبطوله العرب. اه طبعا، لا مفيش ماتش نهائي سهل. فرقه وصلت للنهائي، فرقه كويسه تعرف تكسب ازاي. كان ماتش طبعا صعب علينا لان هم بيدافعوا وبيلعبوا على المرتدات، الحمد لله قدرنا ان احنا نقلل الخطوره بتاعتهم ونلعب على نقاط الضعف بتاعتهم، الحمد لله ربنا كرمنا بالمكسب. مبروك عمرو. لكن تقول لكل اللعيبه الرجاله ومجلس الاداره وجمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي طماع خلاص هنرجع يقول لك ال 11. لا طبعا من دلوقتي هتلاقيهم بيقولوا الدوري. طبعا جمهور النادي الاهلي طبعا ما بيشبعش بطولات، وهم على طول في ظهرنا الحمد لله طبعا، وان شاء الله نديهم البطولات اللي جايه كلها حبيبي.